استاذ عبد الودود، اهلا وسهلا. عليكم. اهلا عليكم وسهلا، السلام. عليكم السلام. انا مهما اقول مش هرزيكم حقكم بصراحه، يعني باختصار يعني. ربنا يكرمك. بس قبل ما اسال السؤال بتاعي انا ليا تعليق يعني. اتفضل. دلوقتي كل ما حد يشتكي من ولاده تقولوا الـ 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 الاب ما رباش كويس، الاب مش عارف ايه، دي بتعرق دمي قوي يعني. لان في الزمن ده بتبص تلاقي العيل بيبقى ماشي كويس، وبص الاقيه بيتقلب قلب النيله ب 60 نيله بصراحه. بصراحة بسبب برضو الناس اللي حواليه والصحبة اللي حواليه، البيئات المحيطة. هو ما تجيبوش العيب بقى عن الأب بقى والأم والكلام ده. يعني هو على حسب أكيد الحالة أو المكالمة، بس حضرتك عارف يعني كنت مثلا لسه امبارح بشوف حالة كده يعني قدامي، فبقول طب يعني هم مثلا الأهل ربوا كويس، طب ليه هو مثلا الشاب يطلع كده؟ ليه هل هم دلعوه مثلا زياده؟ هل هم افتكروا ان الحب والحنان الزياده فبوظوه؟ هل شدوا عليه؟ يعني ساعات الاهل بيفتكروا ان هم دي طريقه التربيه الصح، والله اعلم بقى. طب في مثل بسيط حاجة جدا، تزعل. سيدنا نوح مش كان نبي؟ ليه ابنه طلع مخالف عنه؟ وده نبي. طب يبقى الشباب الايام دي ولا نبي؟ الاب لا نبي ولا رسول ولا اي حاجه، راجل عادي. هو في مثل بيقول ايه وانا ناسي المثل، بيخرج من ظهر العالم فاسد، من ظهر الفاسد، من ظهر العالم فاسد. طب بس بقى انا نفسي يعني للاسف الشديد اما ابص الاقي كله الحمل كله بتجيبوه على الاهل يعني. ده اللي انا، ده التعليق اللي انا بكلمه. قبل السؤال في سؤال بقى محيرني شويه. اتفضل. دلوقتي انا بالنسبه للزوجه، اولا صليت اللسان وما بتصليش، واجي اقول لها قولي الحمد لله تقول لي احمده على ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. واخد بالك؟ انا عايز بس الشرع، ما تقوليش بقى اصبر ومش صبر. لا انا صبرت كتير وانا صابر لغايه دلوقتي. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 70 سنه. 70 سنه، ربنا يديلك الصحه. واخد بالك؟ وبعدين بقى على اساس الرد بقى انا عايز حاجه تريحني. هل ده الشرع بيقول كده؟ لو زار المرأة يعني بتبتسم، دي ما فيش ابتسام، دي نكد على طول وتكشير على طول، ولدرجة اخواتها تقاطعوها. طب انا هسأل حضرتك حاجة، يعني اتفضل. هي هل زوجتك دي هي طول عمرها معاك قاسية ونكدية وما فيش اي حنان كده في الحياه معاك؟ من اواخر الايام دي، من اواخر الايام دي يعني، من سنين كده يعني. ايه، من 10 سنين مثلا؟ لا تقريبا اقل من كده، حاجه زي كده يعني، واخد بالك؟ وبعدين ببص الاقي نتكلم وبرده في درجه كذا مره حاولت اطلق، برده الناس دخلوا بتاع يا جماعه خلاص. يعني حضرتك فكرت انك تطلقها؟ ان ده حل بقى من الحلول، خلاص هخلص منك بقى ومن نكدك. بصيت لقيت ناس والعيال كبرت وبتاع ومش عارف ايه، للاسف بالعيال برده ايه بيتدخلوا، بتحاول ان هي تكرههم فيا. فانا عايز الشرع يقول ايه بقى بالظبط؟ هل انا وانا صابر، ان الصبر كويس، وبعدين على راي المثل اصبر على درك السايل، يا يرحل يا تجيله مصيبه تاخده. طب ما استاذ عبد الودود حضرتك ايه اول ما سالت السؤال قلت لنا ايه؟ بس ما تقولوليش اصبر بقى عشان انا كبرت خلاص مش هصبر. طب فاحنا هنلغي كلمه اصبر دي، طب هنقول ايه؟ ما لو قلنا لك طلقها. لا لا يستحمل. الكلام اللي بيحصل ده السائل ده صح ولا غلط ولا هترتكب ذنب ولا ايه بالظبط يعني؟ طب تفتكر هي، طب الشيخ هيرد على حضرتك، بس تفتكر هي من وجهه نظرها ممكن هي مثلا لو كانت سامعانا دلوقتي او كلمتنا او كانت جنبك واخدت التليفون ممكن تقول لا ده هو اللي بيقول عليا كده، ده هو اللي مثلا عصبي، ده هو اللي خلقه ده لما كبر يا ست الكل، يا ده ست الكل احلف لك على انا انت كده. انا متوقن ان انت برضو مش هتصدقي كلام، مش مصدق كلام اللي انا بقوله. معلش انا مش سامعه. بقول لك انت ما تصدق، انت مش مصدقين الكلام اللي انا بقوله. لا 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 مش هنصدق ليه، احنا بناخد المكالمه. هو عن المحكمه هات ده شاهد وده مش عارف. أنا مش محتاجة. لا لا احنا عايزين نساعدك، احنا عايزين نساعدك. أنا عايز إجابة تريحني، أنا عايز برضه التعليق اللي أنا قلته على أساس حضرتك تقصد إن هي حضرتك تقصد إن سؤالك إن هي لما تعمل كده يبقى هي كده بتعمل حاجة غلط وحرام، قصدك كده؟ ده اللي أنا أقصده بقى. هل أنا مثلا يعني دي بس وربنا وبعدين أنا في حاجة، في مثل أنا مرتاح له قوي يعني. سيدنا أبو بكر، أنت تعرف قصة سيدنا أبو بكر وستنا عائشة؟
مش انتوا عارفين القصه دي اما ايوه قصدك حادثه الافك ولا قصدك قصه ايه؟ حادثه الافك ونزل وبعدين ما كانش قال لك لا مش هصرف عليه وبتاع ونزلت ايه دي الايه دي اما بسمعها ببكي والله ببكي ايتي ببكي واقول ربنا بتاعت الصدقه انا عايز انا مش هاجي شعر لسيدنا ابو بكر ولي الفضل ولا هو حتى خلاص يعني سيد ده سيدنا ابو بكر احنا ما بنجيش حاجه خالص ده احنا صفر على الشمال ايوه طب فانا عايز اجابه تريحني اجابه تريحني حاضر يا استاذ عبد انا عايز بس هل الاعمال اللي هي بتعملها دي صح ولا غلط ماشي لا اولا ما بتصليش وبعدين وثانيا كمان يعني مثلا واحد يقول قولي الحمد لله تقول لك لا احمد على ايه استغفر الله العظيم لا مشكله الاولاد مش في حديث عن سيدنا رسول انت ومالك لابيك قال له لو كان ظالم قال له لو كان ظالم دلوقتي بقى الابهات هم اللي مظلومين والله ده انا بشوف حاجات بياوي مسيحه بنيله والله ريحوني يا النبي ارتاحوا النبي انا برتاح من كلامكم اول مره بقى انا عايز ارتاح ماشي ان عايز انام انك تقصد انك تقصد ان تقصد ان الولاد يعني ممكن هم يبقى معاهم دلوقتي فلوس وما يرضوش يدوا لابوهم مثلا لو محتاج او عيان لا انا عندي الحمد لله انا كويسين بس برضه ساعات بايه يعني بس كويسين يعني عادي الحمد لله اتعلمتهم كويس وبيصلوا كويسين وكل حاجه ربنا وساعات برضه ما بيسمعوش كلام امهم ساعات وساعات يعني لما اقعد بيني وبينهم كده بيرتاحوا واخد بالك؟ أيوه. بتحاول تأثر فجايب لهم أحاديث وبتاع وحاجات من دي وبديهم مثلا وبيصلوا وكل حاجة والحمد لله. ميش. بس أهم شيء الزوجة. أيوه. هل أنا عايز أعرف هالكلام ده صح؟ أيوه. لو نظر إليها صرات دي بقى لو شفتها نكد. تعرفين النكد؟ عارفة لو عملوا مسابقة في النكد هتطلع الأولى على مستوى الجمهورية. أقسم بالله أنا ما ببالغ. اقسم بالله يا شيخ احمد انا ما ببالغ ماشي ربنا انا ما ببالغش في الكلام اللي انا بقوله ربنا يهديها يا رب ربنا يهديها المهم ريحني بس ريحني حاضر الشيخ احمد هيرد عليك ويريح حضرتك حاضر ماشي متشكرين على مكالمة حضرتك ريحوا بقى يا شيخ احمد والرد يعني انا مش هقول له اصبر ولكن انا هقول له استحمل واللي بتعمله لا يعني خلينا نتكلم لو كانت الزوجه بالطريقه اللي حضرتك وصفتها بيها دي على اي حال احنا بنصدق المكالمه واحنا بنجاوب على قد السؤال لو كانت الزوجه بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها لا شك ان الزوجه يعني هي مخطئه يعني لا شك ان هي مخطئه لكن في نفس الوقت انا التمس الاعذار يعني كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يلتمس الاعذار صلى الله عليه واله وسلم وانت لما ضربت المثل بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق لا كان حصل خلاف بين السيده عائشه رضي الله عنها وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والتمس النبي لها الاعذار عليه الصلاه والسلام. الحاجه اللي بعد كده اللي هي رقم ثلاثه لما الست تكون كده وانا بتحملها ايه الفايده اللي هتعود عليا؟ اللي هتعود عليا الحسنات اللي هي داخله في ميزان حسناتي اللي هو قضيه التحمل دي انا باخد حسنات قضيه الصبر الذي لا مفر منه لان الله عز وجل قال إن قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال الله عز وجل واصبر فإذا القضية هنا الأمر إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لجميع الأمة فأنا ما علي إلا الصبر حتى الشاعر كان يقول كلمة يقول إيه للراجل اللي صابر قوي 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 بيقول لك لدرجة إن الصبر نفسه زهق فبيقول يعني لدرجة دي فقالوا صبر الصبور فاستغاث به الصبر فقال الصبور للصبر يا صبر صبره طيب هو عايز يعني كلمه تريحه سؤاله المحدد الزوجه لما تعمل كده مع زوجها هي مخطئه لو ما احنا قلنا مخطئه ايوه هو احنا قلنا مخطئه الكلمه اللي عايز يقولها احنا قلنا مخطئه هي كده غلطان لكن هو يعمل ايه هو خلاص هي مخطئه طب وايه الحل ايه الحل عنده حلين ايه هي يا يصبر يا يطلق لا مش هيطلق مش عاوزين نقول يطلق هو قال ولاده اصلا قالوا لهم ما تطلقوش فمش هيطلق يبقى اذا لابد اللي هو يستحمل ان هو يتحمل طب انا لو تحملت النتيجه ايه النتيجه ان دي في ميزان حسناتي اللي هو انا كاظم الغيظ طب والافضل من كده اللي انا اعفو عنه والكاظمين الغيظ والعافين عن ايه عن الناس عن الناس صح كده ولا ايه فهو دي القضيه لكن لما نيجي بعد في سن ال70 نطلق لا انا يعني ما امرش بالطلاق ابدا طبعا